قابل علينا موسم زراعة وأول الشتاء ونهايته لما تكون درجات الحرارة في منتصف العشرينات، يطيب من الحشرات ويتكاثر بسرعة، فخلي بالك ونوع من استخدامك للمبيدات الحشرية. وما القصد شكل عبوة المبيد أو الشركة، بل المادة الفعالة للمبيد. فمثلا عندنا الذبابة البيضاء اللي تسبب في امتصاص العصارة النباتية للورقة، ولعلمك تراها تعشق الكربوهيدرات وتاكل أكثر عن حاجتها بس كذا ما العناد، وخلاف تتخلص من السكريات الزائدة من خلال إفرازها لقطرات عسلية، واللي يؤدي تراكمها إلى ظهور طبقة عازلة تعمل على تعطيل عمليات البناء الضوئي بالورقة، وبالتالي يضعف المحصول وتكون بيئة خصبة لنمو الفطريات المدمرة للمحصول مثل العفن الأسود، فضلا أنه هذا الذباب ناقل استراتيجي للفيروسات وإفرازاتها تخرب المحصول. وتخيل أنه مدة حياة الأنثى يوصل 30 يوم وخياراتها توصل 650 بيضة على الخيار مثلا.